الرب علمنا ان انوب من منو من يعني ايه اناو المياه. وحنا يا مؤمنين في هذه الارض ان نحلل للذين هم في مصر. وبعدين يقول نحلل مين بس؟ والحلقه بتاعتنا نعمل ايه؟ الحلقه بتاعتنا ممكن ان تغير امور كثيره جدا. نضحي لها بايمان. لان الرب بيمتحن بيقول طيب لو في ناس من طيار معين هم اللي موجودين انتوا تصدقوني ان اقدر احقق بحقي من خلالهم؟ واحد يقول يا رب الحعب قوي. ايوه ما انا بتاع الحعب. لان الرب يقول هل يستحيل على الرب شيء؟ مش بس عايزين نصلي لاجل الذين هم في منصب واللي احنا عارفينهم من اسم. يعني مش هنقول الذين هم في منصب وبس. لا احنا عايزين ناخد خطوه ايمان ونصلي لاجل اثنين بالذات من اسم. الرئيس ورئيس الوزراء. يعني الاثنين دول ليهم دور كبير جدا في اللي هيحصل وبيحصل من يوم للتاني. يمكن احنا ما نعرفهمش. يمكن ما عندناش محبه كده في قلبنا ناحيتهم. لكن عندنا ايمان في الهنا. ان وصانا اننا نسلم البلد في ايده باننا نصلي للناس ان هم موقونين في المناصب الفاعله الان. عاوزين نصلي للاثنين دول وعايزين نصلي نقول للناس اللي ربنا حاططهم في مناصب دلوقتي. لكن بالذات ودي مصالحه قويه جدا. انا عندي احساس ان ربنا عايز يعملها بينا احنا اللي موجودين هنا النهارده. احنا كنا زعلانين من الشرطه صح؟ كلنا زعلانين من الشرطه لاجل الاحداث اللي حصل في اوائل الثوره. وكلنا قلنا يعني هنقول ايه مش مريحين ان الشرطه مش موجوده. لكن الشرطه هي رجعت. نسيب الشرطه دي نركبها ارواح شريره ولا نخلي ان ربنا يحفظ قوات الامن تدافع عن امن الوطن وتعاقب من يتجاهل على هذا الوطن. انا بقول لكم هي خلوات صعبه. هي خلوات صعبه لاننا نخلي الناس لاننا كنا بنقول له احنا مالناش دعوه بيهم. لان انا عشان خاطر المسيح عشان خاطر ملكوته هنقول يا رب ادينا واقفين قدامك لاجل الرئيس مرسي لاجل هشام قنديل رئيس الوزراء ولاجل كل القيادات الامنيه اللي موجوده في بلدنا. احنا بنطلبك انك تمسكهم في قبل اليمين. طيب احنا الاخر كل اربعه مع بعض نخلي القلب اليمين. ممكن انت نفسك مالكش نفسك تصلي الصلاه دي. حط قلبك مع الناس اللي جنبك وهم بيصلوها. على الأقل على الأقل قول أمين. خلي النهاردة يطلع صوت واحد مننا كلنا بنقول يا رب بلدنا في إيدك والناس اللي بيحكموها في إيدك. خلونا كل أربعة نتنوع مع بعض وخلونا نصرف الدقايق القليلة اللي جاية نطلب بالتحديد لأجل رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ولأجل القيادات الأمنية.
امين. خلونا كلنا نقف ونشترك مع بعض في الاعلان ده. انوب الملوء جدوى المياه. من قال فصاعدون امرك؟ خلونا نقف ونقول التحيه دي مع بعض. كل الملوك جدوى المياه، عندنا امتياز عظيم ان يكون معانا واحد قسيس من سوريا لسه جاي اعظم. هو مصري لكن بيخدم الرب هناك. القسيس هاني سميح راح فين؟ اهو تعالى. وانا قربت منه طلبت منه انه ينقل لنا الوضع في سوريا عشان نعرف نصلي كويس، وهو هيحكي لنا شوية ويقودنا في الصف. نفسي أشارككم بحاجة قبل ما نتكلم عن سوريا. مرات كتير بسمع ناس وتقول إنه لما تخلص مشاكلنا في مصر نفكر نصلي للجيران اللي حوالينا. الفكرة دي غلط. الفكرة دي غلط. أوقات كتير لما بعمل اللي على قلب الرب الله بيباركني. قوانين الله مختلفة عن القوانين اللي أنا بفكر فيها. مرات أنا ببقى مهتم بمشاكلي، بظروفي، ببلدي، لكن الرب ممكن يخرجني لدائرة أوسع أني أصلي للجيران اللي حوالينا. نفسي أقول لكم حاجة. الشعب السوري بيعشق الشعب المصري بشكل غير عادي. في محبة خاصة ما بين الشعبين بطريقة غير عادية. أنا متأكد أنه كل واحد مننا اللي متابع الأحداث أو مجرد ما تفتح أي قناة إخبارية تلاقي الخبر الرئيسي أو من ضمن الأخبار الرئيسية خبر عن سوريا. الوضع في سوريا كتير صعب، كتير صعب. وإحنا النهاردة عايزين نصلي لأمور كتيرة بتحصل في سوريا، وعلشان نقدر نصلي لإخواتنا في سوريا لازم نقدر نكون بنحس بيهم. نفسي نصلي النهاردة علشان نزيف الدم في سوريا يقف. كل يوم بنسمع من أخبار بيموت أعداد وأعداد كبيرة، وإبليس فرحان إنه كل يوم يعني أعداد كبيرة عمالة تدخل على جهنم. كنيسة ليها دور، كنيسة ليها سلطان إنها تحل
وانها تربط. ما ينفعش اشوف كل الموت اللي بيحصل في سوريا واقول انه ما خصني، ماليش علاقه. لكن النهارده احنا محتاجين نقف ونصلي انه نزيف الموت في سوريا يقف. الموت مدمر، مدمر، نار، نار بتخلي كل واحد بيمر بالأزمة ديت جواه رغبة في الانتقام، فيحصل خصومة ما بين الأطراف، ما بين العائلات، ما بين الناس اللي موجودة في سوريا. أنا هطلب منكم حاجة النهاردة، أنا نفسي نقف ونصرخ قصاد الرب لأكتر من حاجة. خلينا نقف كلنا مع بعض. نفسي نصلي النهاردة لأكتر من حاجة. أول حاجة خلينا نصلي إنه نزيف الدم في سوريا يقف. الحاجة التانية نصلي إنه يحصل مصالحة ما بين الطوائف اللي موجودة في سوريا، لأن الموت بيولد رغبة في العداء، رغبة في الانتقام. إحنا محتاجين رئيس السلام، محتاجين إن القلوب ترجع مرة تانية تتملي بالتواضع وبالغفران، ونقول له يا رب النهاردة علمني أسامح اللي أساء إلي فتتبارك البلد. محتاجين نصلي للكنيسة. هقول لكم حاجة بمنتهى الأمانة، أنتوا مرات كتير كنتوا بركة لينا، يمكن من خلال شاشات التلفزيون كنا بنتابع الاجتماع بتاع يوم الاثنين، بنتابع اجتماعات الكنيسة، كنتوا بركة لينا. احنا النهاردة محتاجين نساعد الشعب السوري ونقول له يا رب ارحم، ارحم، تراقف. خلينا نغمض عينينا وخلينا نصلي نصرخ فيها قصاد الرب. يا رب انا متاكد انك انت الحل الوحيد يا رب لسوريا. ارفع ايدك وكانك بتوجهها على خريطه سوريا. انا اعلم يا رب انك بتحب سوريا ولانك بذلت دمك يا رب النهارده لاجلها. أنا بصرخ ليك يا رب عن الشعب السوري وبقول لك تراقف، أعبر إلينا يا رب النهاردة، أعبر لضعفنا. الوحيد اللي يقدر يطرد الموت هو أنت. القلوب المكسورة يا رب الوحيد اللي يقدر يشفي منكسر القلوب هو أنت. يا رب توبنا فنتوب، توبنا فنتوب، توبنا فنتوب. بطرس كان بيقول للناس توبوا لكي تأتي أوقات الفرج من قبل الرب. يا رب النهاردة بنتوب وبنقول لك احنا محتاجين لك، سامحنا إن كنا بعيدنا عنك. مد إيدك النهاردة يا رب لبلدنا، مد إيدك يا رب النهاردة لسوريا. اللي يقدر يطفي النار في القلوب هو أنت يا روح الله. إلمس كل قلب اتجرح واتكسر، كل الناس اللي فقدت أحباء غاليين عليها في سوريا. صلاتنا بتعمل فرق، صلاتك بتعمل فرق، صلاتك بتعمل فرق. احنا محتاجينك يا رب، ملناش غيرك، محتاجينك، محتاجينك يا رب في سوريا، محتاجينك. لكل الناس اللي فقدت ممتلكات ليها انت تعوض يا رب، انت تعوض يا رب. الدم في كل مكان، احنا محتاجين دم المسيح يبرق ارض سوريا من كل امور غريبه. اعلن دم المسيح على سوريا وقول له انا بصلي يا رب من اجل ان سوريا تكون ليك. انت رئيس السلام، تملك بسلامك يا رب، تملك على العلاقات. انت وحدك اللي تقدر تغير الواقع، انت وحدك اللي تقدر تغير الواقع يا رب. خلينا كمان نصلي علشان الكنيسة في سوريا. خلينا نصلي من اجل انه يا رب تعالى بروح جديد على الكنيسة في سوريا. الناس محتاجة انها تسمع عن يسوع، الناس محتاجة تسمع عن يسوع، يسوع اللي يقدر يحرر ويشفي ويعوض.
ويسدد كل احتياج. الكتاب المقدس بيحكي انه كل المعجزات اللي عملها يسوع سمع خبرها في كل سوريا. يا رب انا اشكرك لان الايام الجايه هتكون مختلفه. انا اشكرك لانه كل سحابه سودة على سوريا يا رب النهارده اللي تتلاشى. انا بصلي من اجل انه تشرق يا شمس البر على سوريا، تدخل كل بيت، تدخل كل محافظه. بعلن سلطانك من اول الملكيه لحدود درعا. بعلن سلطانك يا رب من ابو البوكمال لطرطوس، من شمالها وجنوبها، من شرقها وغربها. انا بعلن سلطانك. اعبر بسوريا لبر الامان، اعبر بسوريا يا رب النهارده لبر الامان. ككنيسه انت اعطيتنا سلطان ان احنا نربط وان احنا نحل. يا رب بنربط النهارده كل مشوره للاشرار يا رب عن سوريا، والنهارده يا رب لا تحل النهارده البركه والخير والسلام في اسم الرب يسوع المسيح. كل اللي بناه عدو الخير من انقسام، من احباط، من موت، يا رب النهارده تعوض، لانك انت وحدك الطريق والحق والحياه. ليقل شعب الرب امين. كيف تسكت عن شعبك وهو يركض في التراب؟ كيف تسكت عن شعبك وهو يركض في التراب؟ بعدك أن تخرج يا رحيم كل أربعة مع بعض. خلينا نصلي من أجل تعويض للشعب السوري. خلينا نلتف حوالين بعض ونصلي بقوة، نقول له يا رب تعويض عن الموت حياة. في ناس فقدت ممتلكاتها، تعويض. تعويض عن الخوف سلام. تعويض عن الحيرة أمان. أنت الأمان يا رب، أنت الأمان.
لا يوجد أمان إلا في يسوع المسيح. أنت شاطئ الأمان يا رب. صلاتك بتعمل فرق، صلاتك بتعمل فرق. أنا بصلي من أجل إن كل الناس اللي شايفيننا كمان في التلفزيون يتحدوا معانا في الصلاة لأجل سوريا. جديدة يا رب، تعال بروح جديدة، تعال بروح جديدة يا رب. النهاردة انزع كل انحناء يا رب في سوريا، انزع كل انحناء يا رب في وسط الشعب، ارفع عينين الشعب عليك انت يا رب. النهاردة صليبك يعلى يا رب، النهاردة في كل سوريا يكون هو الحل. شفا يا رب النهاردة، شفا 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 يا رب من كل ذكريات مؤلمة. انا بعلن سلطانك، أنا بعلن سلطانك، بعلن سلطانك. تعال بروح جديدة يا رب النهاردة على بلدنا. أنت بتحب سوريا يا رب، أنت بتحب سوريا. قوم كنيستك، قوم كنيستك يا رب، قوم كنيستك، قوم كنيستك. أشكرك لأنك تعزي كل النائحين، أشكرك لأنك تعطي جمالا عوضا عن الرماد، أشكرك لأنك تعطي دهن فرح عوضا عن النوح، أشكرك لأن تعطي رداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة، أشكرك لأن كل تعويض الشعب السوري فيك أنت يا رب، فيك أنت، فيك أنت، فيك أنت يا روح الله. خلينا نقف مع بعض، خلينا نصرخ هذه الكلمات قصاد الرب. ربي بينادي، تعال النهضة في بلادي، كل الصحراء والوادي نشوفك انت يا قدوس. Yeah.
احنا صلينا لك بسوريا لان احنا ما نصلي لك بسوريا في بيوتنا. عشان تبقوا الصوره واضحه وتنبؤوا، ما احنا بنتكلم عن مئات الالاف من الناس سابوا بيوتهم وعايشين في عند اعيبهم او عايشين في المصايف او راحوا البلاد المحيطه، مئات الالاف. بنتكلم عن شوارع بحالها ما فيش بيت واقف على حينه. احياء بحالها دمرت. وبنحمى الأيام دي عن أحياء بتضرب بالطيارات. فإحنا بس مش بنفكر عن الرئيس عايزينه يمشي ولا يقعد، لا، بنفكر عن شعب يجتاز في وقت صعب جدا جدا. وكلنا نقدر نفهم إن الوقت الصعب ده فرصة هائلة إن الناس تصرخ وتطلب ربنا. لأن البلد دي في حالة بخار، وإنه هناك ولادة جديدة ربنا عايز يعملها في البلاد الجاية. يعني هاني نفسه البيت بتاعه اتهد، كان ساكن فيه صاروخ طبق السقفين على بعض. هو ومراته وبنته عايشين في مكان بعيد خالص عن مكان خدمتهم، وابتدوا خدمة جديدة في منطقة جديدة. راحوا على أساس إن هم يقعدوا أسبوع ويرجعوا. بقالهم 8 أشهر. مش قادرين يرجعوا المكان اللي كانوا ساكنين فيه. وهذا الوضع هو الوضع بتاع مئات الالاف من السوريين في هذه الايام. فاحنا بنطلب من اجلهم، مش ما احنا اننا بنحب سوريا وكده، لانه فعلا بلد بتمر بمخاض شديد وعايزين ربنا يمد ايده ليها برحمته. بيتهيألي انتوا فاكرين الواجب بتاعنا ان احنا بنصلي لاجله كل يوم. لازم احنا كمؤمنين نصلي لاجل المشروع اللي بيتكتب. النهارده مش هنصلي لاجل المشروع هنا، لكن ده قضيه المستقبل بالنسبه لنا. مش بالنسبه للمسيحيين بس، بالنسبه للمصريين كلهم. صلوا، لأن الوضع اللي بيتقدم فيه الأسبوع وضع غريب، وضع غريب جدا. وممكن قوي المحكمة تحكم بعدم شرعية اللي بيتعمل الوقت، أو ممكن تثبته. فإحنا عندنا 3 أسابيع نصلي لأجل الأسبوع ده قبل ما يطلع، عشان لما يطلع يطلع فيه الحاجة اللي تبني بلدنا وتخلي المستقبل أحسن من الماضي والحاضر. فلا واجب صلوا لأجل المشروع، واللي يقدر يصوم لأجل الأمر ده صلوا لأجل كتاب المشروع المصري في ال3-4 أسابيع اللي جايين. في الوقت ما إنا عايزين نصلي لأجل فئتين من الناس، والفئتين دول قطاع منهم موجودين معانا هنا. ممكن أنا أو أنت تكون عندك الاحتياج ده، فإحنا هنتحد كلنا ونصلي لك، نخلي بعضنا لأجل بعض. في ناس مننا عدو الخير بيهاجمهم بأحلام، أحلام مزعجة، بخوف ورعب في قلبهم، بقيود لأجل خطايا سابقة هم ما تنبوش عنها توبة كاملة. في مؤمنين قطاع ماشيين محنيين، ماشيين ورأسهم في وشهم في الأرض. النهارده انا عندي ايمان انه نصلي لاجل كلنا موجودين هنا، ولاجل كل واحد انت تعرفه محتاج للمس التحرير. نصلي ان ربنا يؤمر بالتحرير ده النهارده. انا هطلب من الاخ سامي ان هو يتفضل ويصلي لاجل كل واحد مهاجم من ابليس
أو عليه ضغوط معينة ربنا يحرر النهار ربنا هيدينا نصرة خاصة النهار. الفئة الثانية اللي هنصلي لها هي إن برضه إن إحنا نبقى أمراض مزمنة أو أمراض عادية. أنا عندي إيمان ربنا عايش من إيه ويشفي، قول للي عنده إيمان ويطلب الشفاء النهار. سامي هيصلي الأول وبعدين نصلي العجل. يا رب نشكرك لأنك أنت يا رب موجود في وسطينا النهاردة. يا رب نشكرك يا رب لأن النهاردة يا رب نعلن يا رب أن النهاردة إحنا أحرار في المسيح يسوع. يا رب ما فيش شكاية على ولا واحد فينا لأنك أنت بدمك يا رب سترتنا وبدمك يا رب رفعتنا. النهاردة جايين نعلن سلطانك على حياة كل واحد فينا. النهاردة لا يصير في وسطينا يا رب أعرج، ولا يصير في وسطينا يا رب متعب، ولا يصير في وسطينا يا رب مقيد. يا رب مش على حساب جدعنة في حياة أي حد فينا، لكن النهاردة على حساب نعمتك الغنية، على حساب دمك اللي انت سفكته من أجلنا على عود الصليب. يا رب النهاردة جايين ناخد الحرية اللي انت دفعت الثمن يا رب بالكامل علشاننا. يا رب النهاردة ناخدها يا رب، ما فيش ولا واحد يا رب النهاردة عدوك يستفرد بيه في الضلمة باسم يسوع المسيح. كل قيود يا رب، كل قيود يا رب تصير محلولة الآن على حساب دم يسوع. النهاردة كل قيود تصير محلولة، كل قيود وكل أعمال وكل أسحار وكل أكاذيب من العدو النهاردة باسم يسوع المسيح. النهاردة يا رب نيران سماوية تأتي من السماء يا رب وتحرق كل عمل لعدوك في حياتنا. يا رب النهاردة سألين من عندك النهاردة حرية لكل مقيد، لكل رب متعب، لكل رب من رأسه رب محنية أو كتافه محنية باسم يسوع المسيح. نعلن صلاحك، نعلن أنك أنت رب، أنت الإله المحرر، أنت يسوع المحرر. وقلبك يا رب حنين، قلبك حنين يا رب. أنت بتقبل التوبة يا رب، أنت بتقبل التوبة، أنت بتقبل يا رب وبتغفر يا رب كل خطية. النهاردة يا رب كل واحد يا رب جاي بقيد يا رب النهاردة جايين نعلن توبة يا رب عن كل خطية فتحت الباب يا رب للعدو انه يدخل عشان ياخد سلطان في حياة اي حد مننا. النهاردة يا رب بنتوب عن كل خطية، النهاردة بنتوب يا رب عن ان احنا سمحنا العدو الخير يدخل. يا رب في ناس دخل من خلال احجبة او اعمال او سحر، احنا بنتوب يا رب عن كل مرات عملناها يا رب الحاجات ديت بجهل او من غير جهل. يا رب نسألك يا رب حرية، حرية بدم يسوع، حرية بدم يسوع على الجميع. النهاردة ما يخرجش ولا واحد يا رب النهاردة مقيد في وسطينا، لكن النهاردة أحرار في المسيح يسوع، أحرار كلنا في المسيح يسوع لأنك دفعت الثمن بالكامل يا رب على عود الصليب. نشكرك، نشكرك لأنك بتسمع الصلاة وليك كل كرامة وليك كل مجد. أمين. يا رب بنفس الإيمان ونفس الثقة إن خلينا مع بعض نحن المقيدين واللي عدو الخير بيحاربهم. بنصلي ايضا يا رب من اجل لمس الشفاء. يا رب اسالك ان تبعد يمينك على كل صاحب بعض موجود الان في هذا الاجتماع او يشاهدنا من خلال الاقمار. يا رب من ايدك يا رب من ليهم الشفاء. اتعامل مع كل انسان منهم بحسب ايمانه. يا رب اصنع عمل عظيم في كل بيت ممثل في هذا الاجتماع او يا رب يتابعنا. من يدك يا رب أؤمر أنت يا رب معجزات وآيات شفاء لكل من يطلبونك بكل قلوبهم يا رب، حتى من الأمراض المستعصية الأمراض الصعبة. يا رب صلي بشأن محدد لأجل الذين طلبوا منا أن نصلي لأجلهم. يا رب المؤمنين على عمليات جراحية كبيرة. يا رب اللي طالعين من عمليات جراحية كبيرة يا رب اللي عندهم أمراض مزمنة أو أمراض خطيرة الطب لم يستطع أن يساعدهم فيها. يا رب نلتجئ بهم إليك ونطلب يا رب أنت يا من دفعت عنا ثمن خطايانا، يا من أعحت لأجل شفائنا، نسألك يا رب أن تتمجد فيما بيننا من مشاهد شفاء عظيمة نقبلها منك من إيمان في اسم يسوع المسيح. آمين. تحررون عم يشفي نعم نعم نعلم إيماننا لا تتغير لا تتأخر نؤمن بك نؤمن بك تحررون
الشفيع إذا قلت نحب الهاعن أو نخدم متطوعا في مؤتمر وان ثينج في طريق الخروج عند العربيه الإعلانات هتلاقي الاجتماعات لازم تملى الاجتماع دي عشان تقدر تخدم معانا. أي واحد يحب يخدم في مؤتمر وان ثينج يقدر ياخد اجتماع من طريق في طريق الخروج. خلونا نخدم مع بعض الحالة العقلية والمعنى. يا رب اسمعنا حينما ندعو بشكر قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تدوم فينا ومعنا من الآن وإلى الأبد آمين.